السلام عليكم اخواتي المتابعات ديالنا، جيتكم اليوم كنقدم لكم، غادي نوري لكم واش تحضرت الرمضان لهذا العام. ما درت معكم لا غوسه لا والو، لان هاد الحوايج ديجا عندي في القناه. فوالا غادي نبداو بالمقروط كما العاده. وشنا حتى حنا المقروط ديالنا بريستيج هو هذا. فوالا جيت عاود ثاني سلو راني وريته لكم، هو هذا الشباكيه حتى هي كما قلت لكم. انا هاد الحوايج كانوا بكري كيجوني من البلاد، ولكن دابا كنديرهم في الكوزينة. فوالا هادي هي الشباكية ديالنا حتى هي. وهذا اللي جولي باقي ما درتوش معاكم، مي غادي نشاركو معاكم. هذا اللي جولي نتا لي هادوك لي فخوي غوج، هادوك كاع دوك لي فخوي حمر اللي كنشلوهم مكونجليين. فوالا شوفوا راه في التلاجة، راه في الكونجيلاتور. شوفوا هذا دوك غادي نبقى في اليوتر نتاع الحليب ندير كاس نتاع العنبة، غندير كاس تاع العنبة. ولا بغيت نزيد نحلق عليه ندير له واحد. شوفوا كيفاش داير. شوفوا دابا نشارك معكم الطريقة ديالو. وغادي نوريكم لي جولي رويال وسي حتى هو دائما كيكون عندنا حاضر في رمضان، اللي هو بنتي جيبي ليا واحد الكاغط. فوالا عمتي، فوالا شكرا بنتي. انا ما نحيدلوش هذاك ليزاس ديالو، ما نحيدوش، نخليه بليزاس باش كيعطيني جده على جده. وغادي نعطيكم كيفاش الطريقه ديالو كيفاش درتلو باش هكا رجع. شوف هذا راه مكونجلي، يعني وما تكونجلا ما والو. وغادي نشوفو السر اللي جانا من البلاد اللي هو المعتاد ديالنا. على شتي بنتي هكا بنتي تنتيا لي سكرتير ديالي. السر ديال المغرب، كازينو تاع المغرب. هاد الساكرة جانا من البلاد، يلا حليناه لي الى ما كانش هو ما كاين والو. احنا ها العنوان تاع المغرب. شكرا للصديقه ديالي اللي كتصيفط لي هادشي متول. فوالا انا الا ما كانوش هادو ما نقدرش. هذا السمن بلا ما نحلو. على هذا السمن، هذا الكمون، فوالا سكينجبير، هاكو شي باين خرقوم البلدي، الكرويه اللي ضروري في الحريره ديالي. الا ما كانتش الكرويه ما نقدرش ندير الحريره. هذه القرفه والكبابه، فوالا حميرة الا درنا شي حوت ولا شي بسطيله ولا لا. هذا بالكوكش ولدي كوموندها عليها، بالكوكش ب بسميده قالت لي، قالت لي بسميده بالقمح، قالت لي بالقمح الحالي بحال هكا. وهادو شي حويجات، هذا ما نديروش بزاف انايا. فوالا هادو شي حويجات كومونديتهم عليها، شفتهم ليا. شكرا، نشكرك بزاف بزاف، ونشكر حتى الناس اللي سيفطوهم لنا وجابوهم.
لي هذا ديال اللي كيقولوا الثومه. انا صيفطات لي المنقاش، صيفطات لي جوج، واحد صغير واحد كبير. هذا لان هنا كاين بحال هكا هكذا، نتمنى يكون واضح داك العوج، ولكن كبير بحال هكا. كتجي النقشه به ماشي زينه، في سواء في الكاتو ديال اللوز سواء في. وهادو عاوتاني غزالي. ديجا هاد الصديقه ديالي ديجا هي حلاويه في المغرب، يعني الحلوه ديالها لا يعلى عليها. فوالا هذا كاري، شوفوا زويون. وي هادي صيفطات ليا ناتا و الكو تاع السيترو. هادو يعني هادشي عندنا في تواجد في المغرب، زعما عندهم داكشي زوين. هادو غير دوك لي بريون تاع الشوكولا باش فوالا. حتى هادو ما عندناش حنايا، هنايا صيفطات ليا واحد فضي واحد ذهبي واحد نحاس. شكرا بزاف. حتى هذا ديال الثومه عاوتاني، هذا تاع ديال النحاس، زعما كنقول لها ما تسويش مربط في الهيش تاعو. هادو هنا كيديروا انو، هادو هنا كيديروا انو هنا. ايوا هادو هما الحوايج اللي جاوني، وكنت نستناهم فارغ الصبر، لاني لا ما عنديش العطريه، انا ما نكذبش على ربي، العطريه ديال المغرب ما كاينش بحالها. وباقي عاد عندي، غادي نبوستي لكم هاد اللوحه هاد الفيديو، وعندي عاوتاني تحضيرات اخرين نتا كيفاش ديروا القزبر مكونجلي وما يعذبكم ما والو، ما تبغوا تحيدوه ما يكون لا يابس لا والو، كتحيدوه غير بالمعلقه. روحي بنتي جيبي هذاك اللي درتو قبيله، غنوريكم واحد ديجا راني طحنتو شويه. شكرا بنتي. ولكن هذا ملي تبقاو ملي درتوه دغيا دغيا خصو يرجع للفريز. شوفوا ما يتكونجلا ما يكون يابس ما والو. ها شوف ماشي كيما داك اللي طحنوه ولا نجبدوه، هذا يعني من هنا للكميله ودغيا تردوه. شوف هذا غير نقيتو غسلتو درتو ينشف وقطعتو، يعني كيما عادي يعني تقطع غليظ ماشي داع ماشي، غير قطعتو هكا قسمتو على خمسة ولا على ستة ودرتو يتكونجلا. مين تكونجلا فوتو في الميكسور مي ديك الكبيره، هذا خصو تخصو ديك الطحانه الكبيره. فوالا وصافي درك ها، يعني فاش ما احتاجيتو ماشي عاد نقلب نطحن ونقطع من بعد مع حكم رمضان، يعني نبغيو داكشي يكون عندنا فيت في ها هو نديرو في يعني في المسمن ولا في ولا شي مره يكون ما عندكش ما تلقايش هنا قدام قريب. يكون عندي ديجا دايره بزاف راني يعني وجدت بزاف بها غير هذا اللي طحنته. يلا بنتي هذا رديه توت سويت الكونجيلاتور باش ما يخسرش لينا، ونتمنى تشكرونا على هذا الفيديو اللي درته لكم، يعني ماشي كالمعتاد. وما بغيتش ندير نوجد هادو اللي درتهم، ولكن ما بغيتش نديرهم لان عندي في القناه، ولكن غادي نشارك معكم حويجات اخرين اللي غادي يكونوا عندنا في القناه. وشكرا، ونتمنى لكم عيد مبارك سعيد، رمضان مبارك، ويا ربي يدخل عليكم بالصحه والهنا، ونتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، ومبروك العواشر وكل عام وانتم بخير، ويا ربي تحيد علينا هذا الوباء. شكرا كاملين.